يذبحوا بيه البنات اللي كانوا بيقدموها قربان للشيطان. إياد كان بيحاول يعمل نفس الموضوع ده بس بطريقة تانية، يعني زي ما بيقولوا في مصر طريقة بلدي. إياد معاه خدام جن سفلي، بس جن قوي شوية. ابعدوا عني، ابعدوا عني، انا ما عملتش حاجة. اللي ابتديته لازم يكمل. مش عارف اكمله. اللي ابتديته لازم يكمل. جننت يا سيد؟ الكلام الهبل اللي انت بتقوله ده. يا بنت طوعيني انا دماغك. احنا نختمونا، انا اخت خطيبتك. اطلع بره يا سيد. تسمع كلامي يمكن يعجبك. والله العظيم لو ما طلعت بره دلوقتي لهرقة بالصوت والم عليك الحارة كلها. اطلع بره. فاطمة انا بحبك يا فاطمة. يا بنت المجنونة. لما بيبقى جاهز ببنت وبيعمل عليها تعويذاته، هو الحقيقة بيكون بيقدمها للجن اللي معاه، والجن بيعمل علاقته مع البنت دي من خلاله. وكل ده عشان ايه؟ كل ده عشان يطلب منه انه يحرق جن من اللي معاكي. يعني هو بيقدم قربان للجن اللي معاه عشان يحرق واحد من الجن اللي معايا؟ عشان كده كان بيطلب يشوف صور؟ بالظبط كده، عشان في الاخر مش هو اللي بينقي. بص يا نور، انت عندك هبة مولودة بيها بتخليك تقدري تفتحي الكتاب ده او اي حاجة تانية غير الكتاب. اياد طبعا كان عارف ده، وعشان كده كان بيحاول انه يسيطر عليك، عشان كده عمل كل اللي هو عمله عشان تبقي تحت طوعه لما تفتحي الكتاب. بس طبعا انتي كسرتي كل الكلام ده. اللي ابتديته لازم يكمل. ابعدوا عني، ابعدوا عني، ابعدوا. يوسف ما تقلقش، ان شاء الله خير. ان شاء الله يا رب.